أعلاش راجل متحوس من عام 83 وبعقود، والراجل اللي باع له عنده عقد الملكية الوقتية، معناها يملكه وقتيا، فهمتني ولا؟ أعلاش فكلوا أرضه وفندوا له عقوده وأحكامه ابتدائي وسانف وتعقيب وعطوه للسيد الأخ. هذا اللي حبنا نعرفه. احنا الارض مش متحوزين عليها، معناها جينا وفكينا ارض، ولا جينا لقينا ارض كاكا واخذيناها كما تعمل برشا ناس. احنا ارضنا شاريناها بعقد بيع، شاريها بابا من عام 83 متحوز عليها وشاريها وصبها في القباضة، ويتصرف فيها تصرف المالكي في ملكه، والدليل على ذلك انه الماء والضوء والتليفون اتو كل شيء، ورقة الملكية نتاع البلدية كل شيء، لا جونا لا ملك الدولة ولا داروا بينا. علاش تو نجيب احكام ابتدائي واستئنافي وتعقيدي وكل شيء ونجيبها كذا، وبعد نمشي له مش يقول يقولي الارض رانا امتعنا واحنا نعطيه اللي نحبه. نعم اي هاي الارض اللي قالك هكا اللي درجه جوايب المهدي. دونا مشيت قابلت السيد المدير الجاوي الاخراني هذايا، والسيد المدير الجاوي عايت للسيد المسؤول على الملف نتاعي، قلت لي انت ما عملتش مطلب في التسويه العقاريه. انا كان تسمح نوريك الرد نتاع السيد المندوب الجهوي اللي قبل، اللي انا عامل هذوما اعتراضات الساعه، مطلب تسويه، هذا مطلب تفويت في ارض فلاحيه، الارض نتاع بابا الكل خاطر ارض فلاحيه، هذه كانت سواني البرة وكذا، وصلها للعمران وصلتها للضو والماء وكذا، هذا يا ورقة الضوء، أخي دخلوا لنا الضوء، ونحن بتاع الدولة يدخلونا في هذا الضوء، تمام بتاعه، بتاعه بابا شنو؟ أخي بتاعه هو، ما أنا مدخلين الضوء، شنو ما يدخلش الضوء، هذه شهادة ملكية من البلدية اللي السيدة دايرة يملك محل، علاش ما جيتوش وقت؟ وعلاش كان نحن؟ الأراضي معناها المجاورة لكم الكل؟ لا كان نحن. مبنية والعباد لباس وحوانت ومجازنات وقهاوي ولباس عليها، ناس كل لباس عليها، تبيع تشري وتتحوز وتبيع ومرهبية رياضة، تبيع وتشري في أراضي الدولة. أخي الدولة مكلمة حد، أخي الدولة مكلمة حد، معناها عباد تبيع وتتقاضى. رياض الطيف أصيل سويسي المهدية، قلت لي عندي مشكل عقاري متواصل على امتداد سنوات، أخذت فيه أحكام قضائية. هو نحن مدينة سويسي هي مدينة معناها فيها مشكلة عقارية كبيرة ياسر، العباد في البلاد معناها عندهم أراضي وعندهم ديار وعندهم كذا، ولكن قليل شكون عنده معناها تيتر بلو معناها ويتصرف معناها كمالك، معناها العباد تشري وتبيع وتسجل في القباضة وتستغل في أراضيها وعقاراتها معناها بصفة عادية جدا. فأنا الوالد عنده قطعة الأرض شاريها معناها بعقد بيع من المرحوم السيد محمد بن العكرمي عام 83، ويتصرف في أرضه تصرف المالك في ملكه، والأرض معناها مدخلها شبكة الضوء والماء وكل شيء معناها، ويتصرف في أرضه كذا. تبقينا وقت اللي كبرت عليه العائلة بابا بحكم كونه موظف بسيط ونحن سبعة نقرأه، معناها اضطر في فترة من الفترات أنه معناها يبيع جزء ماك الارض نتاعي وذيك، فهمت ولا؟ باش يقري صغاره باش يبني داره، اللي كانت ظروف صعيبه برشا، وتواصل كذا. بقينا قعدت عنده معناها بارتي من الارض فيها 449 متر على الطريق، معناها مع الوقت القطعه هذيك وقرب البني ولا عندها قيمه وعندها فالير وكل شيء، فتفاهم قال مشى وحده تفاهم مع شخص على اساس باش يبني بنايه يقسموا زوز كراجات، هذا كراج وهذا كراج. هذا العقد تم عام 2008 مع الخصم نتاعو، وما رانا بعد الا انه السيد تخلف على البناء، والعقد اللي عاملينه على اساس في ظرف عامين اذا ما تمش البنايه معناها تعود الحال الى ما كانت عليه، معناها ترجع البابا الارض نتاعو. فما حبش يبني، بعد كي جاء وكذا وشد فيه بنا نروحو عمل المقهى
قاعد يستنفع منه ويخدم فيه ولاباس اموره وما حبش يبني الباب 449 متر في وسط البلاد، معناها طريق شربان وسط البلاد، فما حبش يبني له على اساس اللي قال له راني انا استفسرت وانا طلعت الارض مش بتاعك، ارض دوليه. قالوا لي لخي الارض الكل دوليه في السويس والناس الكل تبني، هاي الناس الكل دخل في الماء والضوء تبني ويخدم على روحك وامورك واضحه. قالوا لا ما نبني لكش، وتحب تمشي القضاء برا امشي القضاء. تولى الوالد من بعد مشى للقضاء، معناها وكني انا كولده الكبير، انا نخدم استاذ مميز للتعليم الابتدائي، وكني انا باش نتقاضى في بلاصته، خاطر بابا راجل كبير متقاعد، معناها مين ينجمش، مسكين ومش قاري ما عندوش مستوى. فانا مشيت تقاضيت في بلاصه بابا، مشكيت على اساس باش ننفذوا بنود العقد. واحنا وقت اللي شاكين معناها جاء دخل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة، معناها وزارة أملاك الدولة جاءت قالت حبس غادي، معناها ما عندكمش انتم الحق تشكيوا في الأرض الدولية، علاش كان احنا؟ هي البلاد الكل دولية، علاش كان احنا؟ هذا السؤال اللي نحب نفهمه وين هذاك، علاش كان احنا؟ معناها أرضنا دولية، الأرض الكل دولية في البلاد، معناها عباد عندها مقاهي وعندها دي ريستورون وعمارات وكذا، ما عندهاش تي تروبليم، فماش ما كلمهم حد، ما جاوهمش، كان نحنا. ومع ذلك معناها في المحكمة ربح بابا الحكم نتاعو القاضي بأنه يسترجع قطعة الأرض بما عليها ويخرج السيد اللي خالف الاتفاق، وهذا أمر عادي معناه. مشى للاستئناف، محكمة الاستئناف في المهدية حكمت نفس، أيدت نفس الحكم، وهو أنه بابا هو اللي كذا في لك العقد شريعة المتعاقدين، معناه هما معناه ما عاملين الكونترا بيناتهم مزوز. ومشى بعد المحكمة التعقيب في تونس كيف بابا ربح القضايا نتاعو، معناها هنا قانونيا فماش، هذا قضاء والمراحل نتاعو كاملة معناه. فنفذ الحكم نتاعو بابا، وبعد ما نفذ الحكم نتاعو بأيام قليلة جدا جاءوا نجماعة أملاك الدولة وقالوا يا خويا، جابوا قوة أمنية معهم وكذا أمور قانونية، قالوا يا خويا تخرجوا من العقار، والعقار هذايا على ملك الدولة. أخي قبل ما كانش على ملك الدولة، كخذينا احنا ولا على ملك الدولة، قالوا رانا عندنا في حكم معناها أنه مش نخرجوا الطرفين. رياض كلامك موثق طبعا اللي تحكي لي فيها، عندك احكام قضائيه صادره في الحكايه هذه؟ جبتهم هاي، تحب نوريهم الكاميرات تو؟ ما عنديش مشكل، هاي موجودين هاي، فهمتني؟ تحب نوريهم لك تو في الكاميرا؟ تفضل. هذا الكونترا اللي تم بين بابا والسيد الاخر، يعني على في ظرف عامين اذا ما انجزت البنايه يخرج من العقار ويرجع الأرض لمالكها دون إرجاع ثمنها الذي يكون كشرط تغريمي مقابل كذا. الثمن هو 4.5 ملايين ولا 5 ملايين، يعني حكاية فارق. هذايا سيدتي الكريمة، هذايا الحكم المحكمة الناحية، الحكم الأولاني بالكل اللي هو بخروج الخصم وأنه بابا ياخذ أرضه، هذا لصالحكم لصالح باب. السينفو هذايا حكم استئنافي لفس تأييد للحكم لصالح باب. محكمة التعقيب أيضا الحكم زيادة نفس الحكم، معناها هذا قانوني، هذا القضاء شنو قال في الوضعي؟ قضاء تو، القانون هو سيد الجميع لأنه يحكم في الجميع، معناه كذا، معناه القضاء قال هك. لكن وزارة أملاك الدولة أو الإدارة الجهوية لأملاك الدولة المهدية قالت لا. ما نسبقوش الأحداث. طيب أنت عندك ثلاثة أحكام هزيتهم وتوجهت للإدارة الجهوية بأملاك الدولة بالمهدية؟ هزيتهم لهم الأحكام ووضعي الكل في بالهم بها، وهزيت لهم اعتراضات، وهزيت لهم مطلب تسوية. بالله على فكرة سيدتي الكريمة، تو أنا مشيت قابلت السيد المدير الجهوي الأخراني هذايا، والسيد المدير الجهوي عايت للسيدة المسؤولة على الملف نتاعي، قالت لي أنت ما عملتش مطلب في التسوية العقارية. انا كان تسمح نوريك الرد نتاع السيد المندوب الجهوي اللي قبل اللي انا عامل
هذوما اعتراضات الساعة، مطلب تسوية، هذا مطلب تفويت في أرض فلاحية، الأرض نتاع باب الكل خطر أرض فلاحية، هذه كانت سواني البرة وكذا، وصلها للعمران، وصلتها للضو والماء وكذا، هذا ورقة الضو، أخي دخلونا الضو، نحن نتاع الدولة ودخلونا في الضو، تمام نتاعو، نتاعو بابا شنو؟ أخي نتاعو هو، ما ندخلين الضو، سينو ما دخلش الضو، هذه شهادة ملكية من البلدية، اللي السيدة دايرة يملك محل، علاش ما جيتوش وقت؟ مش وقتها ما جاتش ملك الدولة قالت لا يا خويا هذا ما عندوش الحق ما يملكش بحر. هذا عن طريق السيد المحامي، وهذا الرد نتاع السيدة المندوبة الجهوية اللي كانت قبل. قل لك راهو السيدة هذا قالت راهو أنتم ما عملتوش تسوية. لو كان أنتم عملتوا مطلب راهو شفنا وضعية، أما أنتم ما عملتوش مطلب أصل. شوف الموضوع حول التسوية وضعية عقار كائن بالسويسي، موضوع طلب المواطن صالح بن فرج الطيف. مكتوبك يرد علينا بتاريخ 25 أكتوبر، وبعد طبعا لمكتوبكم مشار إليه بالمرة عليه، والذي طلبت موجبه دراسة ملف المواطن صالح بن فرج الطيف متضمن لطلب تسوية وضعية عقارية كائن بالسويسي في ولاية المهدية والمقام فوقه مقهى ومستوى ومكتب أتشرف بإعلام كأنه خلاف لما ورد المكتوب، فأن العقار موضوع الطلب مرسم بالرسم الدولي باسم الدولة ويمثل جزء من الرسم العقاري كذا 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 بالمهدي، وهذا وقد تعمد منوبك التفويت جزء منه للسيد الفلاني، فهمتني؟ وقد تولى السيد المكلف العام بزناعات الدولة بقضايا ضد الطرفين، واستصدر أحكاما باتا في استرجاع العقار، وتم تنفيذها في 18/11/2013 كما سبق، قال للطرف الثاني تقديم مطلب في نفس العقار ونفس الغرض، وهو حاليا محل دراسة ونظر من طرف المصالح المركزية. علاش أنا مطلبي ما شفتوش المصالح المركزية؟ أنا مطلبي وين؟ ساعة قبل كل شيء أنتو ما هزيتوا ملف وكي طلب سيد المدير الجهوي قتلوا ما عندناش ملف تسوية، ما عندناش ملف، ما عندوش، ما تقدمش بمطلب، ما تقدمش بمطلب في التسوية به، أنتو ما تو تقدمنا بمطلب تسوية، هو الرد متاع المدير الجهوي عن طريق هذا محامي، راهو عن طريق محامي به. انت كي احنا الزوز قدمنا، علاش ما قلت ليش انا؟ علاش قلت لي وفي نفس العقار وهو حاليا محل درس ونظر من طرف المصالح المختصه للخصم؟ علاش انا ما حطيتيش محل درس؟ علاش انا ما بعثتوناش في المصالح المختصه هذه نتاعنا؟ وعلاش ما بعثتوا ليش والاحكام اللي عندي وش نعمل بها انا؟ انا ماشي قضاء غير انت كاداره، معناها مع احترامنا تو الإدارة التونسية، الإدارة التونسية بدأت الدولة الوطنية، بي أنت كإدارة تونسية وبعت لك أنا قضايا وبعت لك، علاش ما نظرش وضعيتي أصلا؟ علاش أنت مصر وأنك معناها تمشي في 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 طرف وحيد؟ علاش ما تمشيش في الطرف الكل وتشوف الملفات تدرس؟ رياض اللي باش يتفرج فينا باش يقول تتعاركوا على أرض الدولة. اللي باش يتفرج مش يقول تتعاركوا على أرض الدولة، ولكن مش صحيح. الأرض إذا جات معناها أرض معناها ما فيهاش حوز من عام 83 البابا ومسبوبة ما طلبوا في القباضة ومتحصل على شهادة ملكية من البلدية، ملكية منزل، وفهمتني ولا، وفيها ماء وفيها ضوء، فهمتني ولا، ما كانش القضاء معناها ينصفوا القضاء يجي معه، ما كانش القضاء يجي معه، وعلاش كان نحن الأراضي معناها المجاورة لكم الكل؟ لا كان نحن مبنية؟ مبنية والعباد لباس وحوانت ومجازنات وقهاوي ولباس عليها، الناس كل لباس عليها. مالكش يقدموا ملفات متاع تسوية وأمورهم واضحة وبوثائقهم معناها؟ ما عندهم، فماش ملفات تسوية، فماش، فما كعبات عندهم ملف تسوية في إطار المساكن، ما عملوا تسوية المساكن، جاءوا مثلا ثم مناطق في البلاد عملوها معناها ملفات تسوية، قال لك يا أخوي اللي عنده دار يجي يخلص عليها وكذا ويختي تربلي، ذاكم فما ناس عملوا، أما بالنسبة للأخرين كل عبات ساكنة لباس، تبيع وتشري وتتحوز وتبيع ومرهبية. رياض تبيع وتشري في أراضي الدولة؟ أخي الدولة مكلمة حد، أخي الدولة مكلمة حد، معناها عبيد وتتقاضى، وتتقاضى زاد فيش تتقاضى؟ تقاضى اللي عنده كذا، واحد مثلا عنده مشكلة مع واحد في حانوت يمشي يشكي بيه وكذا وياخذ حقه، تاخذ حقه، ما شنو إلا إذا دخلوا هما
ما يدخلوش عادة معناها في الحكايات الكل حكايات ما نعرفش علاش احنا فهمتني ولا جاونا ما ندريش علاش معناها نحن بالذات معناها رياض القانون فوق الجميع ولا يستثني احد. كيفاش تقول لي كانانا هلا وين هم ساكنين تو شو عملوا دور يشوفوا الناس تل شوفوا الناس انا قلت لهم راه والعباد الكل عايشه لهنا وراي سواني وراي كذا وزويتين وعباد وهذا يبيع وهذا يبيع يبيعوا المترو ب 500 والمترو ب 300 عباد راهي تبيع برشا فلوس يشوفوهم فاش يبيعوا في الارض شنو فاش يبيعوا الارض هذيا 500 فما 500 وفما ب 300 وفما انت ولون بلاسمون معني عباد الماكسيموم قداش والله كيك والله ما نعرف ما نعرفش اما برشا فلوس معني ما ما بالملايين تبيع تشري العباد وتصب في القباضه وكذا وتملك لباس وتكتب معناها في في اطر قانونيه عند عضو الاشهاد وعند محامين ومرها مريقله توانا ما نعرفش توانا ما تحط إيه انت انت رياض شنو اللي غايدك في الموضوع ما منيش متقلق غايدني في الموضوع انه معناها كان التعامل من جانب واحد والحق نتاع رب علاش على خاطر تو انا وقت نجيب لك احكام قضائيه واحنا تخصمنا في المحكمه وما تصنا تخصمنا في المحكمه الا انه ما فماش حتى ارضيه صلبه باش تتفاهم خاطر المحكمه باش توصل المحكمه أنا اخر حاجه معناها ساعات تضطر انت تسلم في حقك ولا توصل للمحكمه وصلنا لنا ما تفهمناش انا علاش تو نجيب احكام ابتدائي واستئنافي وتعقيبي وكل شيء ونجيبها كذا وبعد نمشي له مش يقول يقولي الارض رانا امتعنا واحنا نعطيوه اللي نحبه نعم اي هاي الارض اللي قالك هك اللي دار الجاويه بالمهدي رياض ضمان تحكي في حكايه صحيحه كلام صحيح طبعا الكلام اللي تقول فيه ما ماهوش شويه ولا مسؤوليتك طبعا شوف مدام الارض يقول لك ارض الدوله أرض راهي متاعنا نحن في الدولة مش متاعهم هما كأشخاص أرض دولية شوف وإحنا راهو معناها مش نعملوا من بعد نعدوها لتونس وتونس تعمل لجان استشارية وتعمل كذا وتعمل كذا هو راهو لا يجوز التفويت في الأرض ذي إلا ما يكون شرط حسن النية موجود شنو معناها معناها السيد اللي يشري أرض دولية ولا عقار دولي لابد أن تتوفر فيه شرط حسن النية معناها ما عنده حتى بروبليم انا شريت دار ولا جراج جيت نشوف نقع على ملك الدوله ما مخصمني حد ما مقلقني حد مشيت قادم طلب مطلب كيسوي لي في الحاله هذه اما هذه حكايه معناها وصلت للقضاء والقضاء معناها اخذ فيها معناها بت فيها وما راعني الا انه فوتوا فيها الارض للخصم خذاها خذاها كيفاش عرفت اللي خذاها خذاها ولا وخذاها سايه وخذاها وجاوهم ونفذوا الحكم حتى جاوا ونفذوا الحكم قلت لهم علاش كان نحن قالوا لي راي كلها مسويه وضعيتها كان انتوما اللي هو بصراحه يبالغش فعلا انا صحيح كان انتوما ما كنتمش مسويين ماهوش صحيح نعرفوه انه القضاء هو الفيصل وبلغتنا اللي قص له وذنه القاضي ما يتسماش عكروت يعني القانون يطبق على الناس الكل حسب رايك علاش في وضعيتك انت رغم اللي عندك ثلاثة احكام طبعا احنا مانيش مختصين في الشؤون هذه لكن علاش ما تطبقش عليك مثلا انت علاش انت ما خديتش حقك مثلا من الاداره الجهويه لملك الدوله الله يشوف هو لما حال انا وصلت جيت لهنا ومعناها وتقدمت لتلفزتكم الا اني مانيش فاهم علاش انت باقي تحب تفهم معني علاش مانيش فاهم علاش ومعناها هم يمشوا اكثر من هكا يقول لك احنا عطينا للخصم وانت وياه برا امشي المحكمة قالوا لي برا امشي انت احنا عطينا وهذيك امور قانونيه واحنا عندنا لجان استشاريه وكذا هذيك امور انا ما نعرفهاش اما نعرف انه عندك حكم قضائي يطبق على الجميع حكم قضائي لا يناقش قضايا مستوفى قضاء معناها كملت مراحل الكل استوفيتهم مراحل الكل تاع القضاء الكل وربحت والمراحل الكل انصفك فيهم القضاء فيهم القضاء وانه يقول لك هو معناها احنا هنا عطينا وانت برا تشك انت وياه نولي انا بشكون باش نشكي في الحاله هذه دوخ الحكايه شويه رياضه دوخه مدام في اللي كوني انا باش نعاود تو ملف جديد وثلاثه قضايا انا رابح بالقضاء فيش تعاود تشكي تو واحد مقابله ما نلعب مقابله بتاع كوره اخرج رابح الماتش من بعد قداش من عام مش قول له عاود البارتي شو مش عاود مش كومش نشكي مش نشكي بسيد معناها
عنده عقد رسمي من وزارة ملك الدولة وشؤون العقارية مصحح فيه السيد الوزير. شكون باش نشكي؟ وشكون باش نشكي؟ أنا في الحالة هذه وليت قدمت قضية في وزارة ملك الدولة وشؤون العقارية. شكيت بالوزارة؟ شكيت بالوزارة. باش تعاود معناها بالوزارة؟ بابا شاكي بالوزارة. خلي الوزارة ما تحل تحقيقات، تحل أمورها، تشوف شنية الحكاية هذية، تستطع الأطراف الكل. تعيط لي أنا السيد أنت إزاي، شنو فيها حكايتك، شنو عندك حكاية قضائية، وكيف صار وكيف صار. أخي كان فما حاجة مش نورمال أنا مش نكشفها، تكشفها وزارة عندها مصالحها وعندها شؤونها القانونية وعندها كذا وأمورها. تو السيد رئيس الدولة يقول القانون فوق الجميع، وفهمتني ولا؟ ولابد أن يطبق القانون على الجميع. إيه يا أخي علاش أنا قانون ما يطبقش متاعي أنا أحكامي وأموري؟ علاش؟ علاش ننفذهم وتجي أنت تطيحها الكل في الماء معناها ب ب ب ب بكتب معناها بيع هكاكا معناها تسوية معناها هكاكا ما عندها حد شيء إلا ما يتم تسويات. أنا نمشي المحامين، مشيت برشا محامين، درت المحامين الكل نسأل ونشوف المستشارين القانونيين. نقول لك إذا بدا حسن النية يا نجم يبيع ولا يا شخص معناها تمشي انت عندك دارك ولا جراج ولا عندك مدري شنو ارض تمشي تقول لهم يا خويا انا نحب راي لقيتها ملك دوله ونحب نجراها منكم نبيعوها لك. اما هذه راه ما فماش حسن نيه، فما محكم قضائي. حتى انت راسلت رئيس الجمهوريه في الغرض؟ راسلت رئيس الجمهوريه ورئاسه الحكومه والسيد الوزير وكذا، وبلغت تشكياتي من الاداره الجهويه بالمهدي. شكيت طبعا رياض كلامك اللي كنت تقول فيه كله على مسؤوليتك طبعا، لانه احنا ما عندناش الحيثيات هذه كلها. فيه ما مراسلهم انا وعندي وعندي معناها هم يعرفوا اللي انا راسلتهم ومشيت وقاب مدير جهوي وفي باله اللي انا تشكيت ولا كذا. خاطر بصراحه لانه الموضوع ما فهمش، انا مش رجل قانون اما لا قانوني وله منطقي معناها غريب شوي. بإجازة علاش جيت انت بلا قناع؟ والله شوف انا جيت بلا قناع على خاطر وزارة ملك الدولة وشؤون العقارية علاش ما شفتليش ملفي، علاش ما شفتليش احكامي، علاش جيت تفك لي ارضي وتبيعها للغير. تو يجيك بالقانون يقول لك مش ارضك ارض دولي، كان احنا فكونا الارض، كان احنا فكونا وبعوه، كان احنا فكونا وباعوه، فما حتى واحد في البلاد فكونا وباعوه غادي كده. شنو مطلبك ريال؟ مطلبي انه يعيدوا النظر في الوضعية الكل، ونتقدموا بمطالب كذا، ويشوفوا مطالب التسوية متاعنا، ويشوفوا الامور، ويشوفوا علاش كيفاش تمت العملية هذية، شوفوا كيفاش تمت. فهمتني كيفاش تمت؟ بنا صيغة تمت، بنا معناها طريقة تمت. فهمتني ولا؟ وشوفني السيد الوزير يشوف اوراقاتي ويشوف اموري وكذا وياخذ العدل مجرى. نحن نحب قانون يطبق على الجميع، يطبق علينا القانون نحن راضيين، طبقنا حقنا ما نجموش نسكتوا عليه. لاني ما عادش نجم نمشي اكثر من هكا للمحاكم، لاني ما عادش نجم نمشي اكثر من هكا لاني المحاكم عطتني حقي. هذا حقي بالورق موجود ومسجل في المحاكم من الابتدائي الى التعقيبي، فهمتني ولا؟ وين نحب حقي وذاك هو. لو انا اللي نحب نفهم معناها احنا الارض مش متحوزين عليها، معناها جينا وفكينا ارض ولا جينا لقينا ارض هكاك واخذيناها كما تعمل برشا ناس. احنا ارضنا شاريناها بعقد بيع، شاريها بابا من عام 83 متحوز عليها وشاريها وصبها في القباضه، ويتصرف فيها تصرف المالكي في ملكه. ودليل على ذلك انه الماء والضوء والتليفون اتو كل شيء، ورقه الملكيه نتاع البلديه كل شيء، لا جونا لا ملك الدوله ولا داروا بينا ولا نعرف عليهم اصل. اللي نحن هم ارضنا في الدوله وما يعرفش مسكين راجل كبير عمره 80 سنه ما يعرفش علاش راجل متحوز من عام 83 وبعقود، والراجل اللي باع له عنده عقد الملكيه الوقتيه معناها يملك وقتيا، فهمتني ولا؟ علاش فكلوا ارضه وفندوا له عقوده واحكامه ابتدائي وثانوي وتعقيب واعطوه للسيد الاخر؟ هذا اللي حبوا نعرفوه.